طيب صباح الخير، في حدا المايك عنده شغال بليز يسكره. طيب دكتورة، بس بعد إذنك تفضل، بدي أطلع، بدي أدخل باللابتوب. ما في داعي تخبرني. تمام. طيب أول إشي بعتذر عن محاضرة الأحد، بس أنا I tested positive for COVID-19 و I'm feeling sick، يعني عشان هيك اعتذرت عن المحاضرة يوم الأحد. هلأ إحنا أتوقع بشعبتكم شرحنا الـ Revenue Recognition Principle والـ Expense Recognition Principle فقط. هلأ بدنا نكمل باقي الـ Principles والـ Assumption. طبعا احنا اللي شرحناهم المحاضرة الماضية هم كانوا اهم two assumptions ورح نعتمد عليهم بشغلنا كتير، ورح يضلوا يتكرروا معنا الفكرة تبعيتهم. واحنا عم بنسجل transactions، يعني احنا هلأ اخذناهم نظريا. هلأ لما نبلش ناخد how to record the financial transaction رح يصير to apply هدول the principles in practice، فراح انت تو جيت الايديا بطريقه افضل يعني. اوكي هلا الثيرد برينسيبل اللي عندنا بالاكاونتينج اسمه الكوست برينسيبل، من اسمه it's related to the cost of anything we purchase or related to the cost of any services we provide. This principle contains information related to the way we should measure accounting transaction. يعني بحكي لك إنه accounting information should be based on actual cost. يعني when you need to record any financial transaction, you should record it بالactual cost تبعيتها. ما بصير تسجلها بأي رقم تاني. مثلا أنت مقتنع إنه إحنا اشترينا سيارة للشركة، أوكي؟ okay. هلا we won't purchase the car to deliver the product مثلا. هاي الكار كانت purchase price إلها $20,000. هلا when you need to record the transaction of purchasing the car بالaccounting records تبعون the company, you need to record the transaction ب$20,000, which is the actual cost اللي أنت اشتريت فيها السيارة. أوكي؟ هلا لو إجا عبد الناصر أو إجت لين أو إجت ريم وحكوا لي إنه هاي السيارة الفاليو تبعيتها كتير أكتر من 20، أنت يو تيك السيارة بجود برايس أو جود ديل، أو إجا حدا تاني حكى لي إنه أكشلي إنه ضحكوا عليك هاي السيارة ما بتسوى إلا 17,000 وأنت دافع حقها 20، شو ما حكوا مش ما دخلني. حتى لو انها ريم the best appraisal للفير فاليو بالماركت للكارز، ستيل انا ما بتطلع على الابرايزل تبع ريم ولا على الفير فاليو جادجمنت لماي براذر ولا ماي سيستر ولا ماي نيبر ولا مين ما كان. انا اي نيد تو ريكورد السياره بالاكتوال كوست اللي انا اشتريتها اللي هي $20,000. اوكي هلا ليش احنا we use the actual cost؟ لانه the actual cost is the only objective number موجود عندنا. يعني the other opinion للناس من انه انا هاي شايفها انها بتسوى 25 او انا شايفها بتسوى 17، هاي subjective figures، هاي بناء على your judgment، على انت شو شايف بالسوق، انت شو رايك، باي منطقه انت بتشتغل، باي منطقه انت بتبيع. كلها هاي الـ Fair Value Judgment اللي أنت قاعد بتعطيني إياها based on your opinion على قدي هاي السيارة المفروض تسوى، كلها هاي Subjective Numbers. The only Objective Number اللي أنا بقدر أستخدمه وهو فعلياً يعتبر Reliable Measure عشان أنا أزود Reliable Information هو الـ Actual Cost اللي أنا اشتريت فيها السيارة. أوكي؟ طبعاً أنا دائماً بدي إياك تكونوا عارفين إنه إحنا بالـ Accounting we assume normal situation. ما تقول لي
ما تقول لي إنه السيارة اشتريتها من بابا وبابا أعطاني السيارة أقل ب10,000، هذا مش normal business situation. ما تقول لي إنه أنت في threat ولا في ماسك مسدس حاطه على رأس ال purchase الشخص اللي أنت اشتري السيلر سوري اللي أنت اشتريت منه وعم بتهدده يعطيك السيارة بسعر أقل من الطبيعي. يعني هاي مش normal situation. أوكي إحنا we always assume إنه business transaction راح يصيروا بنورمال سيتويشن، انه بنسميهم ات ارمز لينك، يعني برضا الطرفين. ما حدا جابرك تبيع سيارتك ب 20,000 اذا هي بتسوى 25، اوكي؟ ولا انت كباير حدا جابرك تشتري سياره ب 20,000 اذا هي فعليا بتسوى بس 17. فاحنا وي اولويز اسيوم انه انت ريزونبل باير وسيلر، وانه السيتويشن صار بنورمال سيركمستانسز، ما تفترض انه في يعني شيء غريب بهاي البيرتشيز. عشان هيك الكوست راح يكون هو الاوبجكتيف ميجر لسعر السياره. اوكي طبعا زي ما بنحكي عن السياره بنحكي عن الايكويبمنت، بنحكي عن الفرنتشر، بنحكي عن اي عن السبلايز اللي احنا بنشتريهم، بنحكي عن البيلدينج، عن اللاند، عن أي resources أو أي financial transaction قاعد بصير عنا بالشركة. يا ريم تفضل. دكتورة, is this basically only meant for like if we purchase something, like if we're the buyers and we're recording the... Be accounting one, you will only need to record things when you purchase it. يعني ما في عندك further transaction you need to do. فإحنا فعلياً بأكاونتينج 1 this is only what you need to know. هلأ في عنا يا ريم بالأكاونتينج إشي اسمه further process أو further adjustment. بتصير متى يعني مثلاً أنا I purchase land أو I purchased financial instrument like the stocks أو the bonds. Later on أنا ممكن أعمل reassessment for these assets أو for these resources. هاي الاسسمنت انا لما اعملها يا ريم بعملها بيست يوجوالي اون فير فاليو مش على الاكتوال كوست. بس هاي الاكاونتنج تريتمنت باكاونتنج 1 مش مطلوبه منكم. اوكي عشان هيك سبجكتيف اوبينيونيتد الفير فاليو داز ات مين لايك انه الفير فاليو وان اوف ذا مين يعني كريتيسيزم فور الفير فاليو ذات اتس نوت اوبجكتيف. يوجوالي الفير فاليو سبجكتيف. بس أنا ما بدي أدخل بتفاصيل كتير. usually إحنا الفير فاليو منقسمها for three levels. هلأ في certain items اللي they have active markets زي الشيرز فالسيلينج برايس اللي قاعد بينباع فيه الشير بالماركت هذا يعتبر reliable measurement، يعني ما في مشكلة بالفير فاليو إله. أوكي لكن في certain commodity ما إلهم market فصعب إنك أنت تحدد الفير فاليو إلهم، فعشان هيك بيكون الفير فاليو لهم very subjective ما بتكون objective أبدا. فحتى الفير فاليو في إلها levels of reliability، يعني مش كل الفير فاليو extremely subjective حسب إنه في active market for this commodity أو for this instrument أو لا. أوكي بس طبعا كل الفير فاليو accounting بprinciples one مش مطلوبة منكم. يعني أنا I only answered you لأنه أنت عندك فضول تعرفي، بس يعني لباقي الطلاب كل الفير فاليو accounting مش مطلوبة منكم. أوكي وعشان تكونوا عارفين at first time recognition يعني when you purchase the item for the first time usually everything will be recorded at cost. الفير فاليو اكاونتنج احنا فور ليتر ريكوجنيشن، يعني افتر 1 يير مثلا انت بدك تعمل ري ايفالويشن او شيء زي هيك يو يوزد الفير فاليو. ريرلي وي يوز الفير فاليو فور فيرست تايم ريكوجنيشن. اوكي اتفقنا. بس anyway عشان نرجع، اهلا يا ريم، عشان نرجع للتوبيك تبعنا وللكورس برجع باكد اللي مطلوب منكم، يعني انسوا الاكسترا انفورميشن اللي انا حكيتها لريم. اللي مطلوب منكم انه تعرفوا انه احنا بالاكاونتينج في عنا شيء اسمه الكوست برينسيبل. الكوست برينسيبل بحكي لك الفاينانشال ترانزاكشن والاكاونتينج انفورميشن شود بي بيست اون اكتوال كوست اللي هو الاكتوال برايس يوجوالي اللي انت اشتريت فيه. اذا انت يو بروفايدد سيرفيس هاي السيرفيس يوجوالي بتكلفك، يعني انت البرايس اللي حاطه لهاي السيرفيس $100 بدك تسجلها ب $100 unless انت عامل ديسكاونت، بعدين نتعلم كيف احنا نتعامل مع الديسكاونت. بس
الاكتوال برايس اللي انت حاطه لهاي السيرفيس او الاكتوال برايس لهاي الكوميديتي او هاي الريسورسز او هاي الايكويبمنت او شو ما كانت اللي انت اشتريتها، لازم الاكتوال برايس لها او الاكتوال كوست اللي هو السعر اللي صار فيه التبادل لعمليه البيع والشراء، هو هذا النمبر اللي لازم تسجله بالفاينانشال ترانزاكشن لما انت تسجلها. اوكي طيب، حدا عنده سؤال؟ The last principle is more full disclosure. Disclosure, it means you need to tell me everything. يعني هذا المقصود بفull disclosure. Full disclosure يعني you need to tell me everything. بس إيش everything؟ مش everything بهمني وما بهمني. Everything أنت متوقع إنه could affect the user decision. يعني the company لما when we provide financial numbers, you need to provide details behind these financial numbers. ليش؟ عشان ممكن هاي details to affect your decision. يعني انت لما تكون انت قاعد بتعمل financial records، انت مش you only provide financial statement which is financial reports اللي احنا نتعلم نعملهم، انت كمان you need to provide something we usually called in accounting notes of financial statement. ممكن تكون صفحة صفحتين 10، ممكن تكون 200 صفحة النوت. اوكي حسب حجم الشركة طبعا والترانزاكشن قديش complicated عندهم. هلأ هاي النوتس وفاينانشال ستيتمنت شو الكرايتيريا لتقرر is this should be disclosed or not according إنه is this information could affect the user decision أو لا. طبعا بس عشان أطمنك بالأكاونتينج 1 وأكاونتينج 2 أصلا يعني نوعا ما طول عملية الدراسة تبعيتك عنا بالمادة، أنت usually ما بتعمل هذا الديسيجن. يعني ما تفكر انه باكاونتنج 1 انا I will test your knowledge اجي احكي لك do you think that we should disclose this information or not. ما بنيجي بنطلب منك لانه this judgment is not easy based على مين اليوزرز اللي انت targeting، based على كتير conditions انت كطالب accounting 1 صعب انك تحددها. ف don't worry احنا we will not ask you to judge انه this information should be disclosed or not. احنا ممكن نسألك انه should be recorded or not وراح نعلمك كيف بالنسبة للفاينانشال ترانزاكشن. اما for disclosure of notes related للفاينانشال numbers انت you will not be asked انه to do that. عشان كمان اطمنك بزيادة، يعني انت اذا انت accountant ورحت تشتغل بشركة، انت كجونيور ليفل اكاونتنت you will not make this decision. يعني حتى لما انت you have a bachelor degree بالاكاونتنج ومخلص 4 years بالاكاونتنج، still مش انت اللي رح تاخذ الديسيجن what should be disclosed or not. usually بيكون في هاي القرارات تتاخذ at managerial level what should be disclosed or not. plus انه مش احنا اتفقنا انه احنا عندنا بالمحاسبه في accounting rules و principles. عشان تكونوا فاهمين الرولز والبرنسبلز كيف بتصدر، يعني let's say انه انا عندي principles number one او خلينا نحكي عن الIFRS اللي هم الانترناشنال فاينانشال ريبورتينج ستاندردز. هدول الIFRS لهم numbers، يعني IFRS 1 IFRS 2 IFRS 3 يعني وصلنا هلا لIFRS 17 او 18 مش عارفه مش متذكر قد ايه. anyway هلا كل IFRS بيكون related for certain topic. يعني let's say IFRS 1 related للpresentation of financial statement. IFRS 2 بيكون related مثلا للaccounting treatment of cash money والcash equivalent وإلى آخره. IFRS 3 مثلا related للinventory. How to record the inventory وhow to sell it or resell it or evaluate وإلى آخره. وهكذا بيكون في كل standard أو principle بيكون related for a topic معين بالaccounting. هلأ غير إنه هو بيحكي لك شو الaccounting treatment و how you should record this item، هو كمان بيعطيك guidelines for disclosure. فأنت usually مش أنت كمان اللي رح تعمل judgment if you are preparing your financial numbers according للIFRS، رح يعطيك الIFRS guidelines عن شو تعمل disclosure وشو لا. At least we'll give you general guidelines. Okay? اتفقنا؟ خاصة يعني هاي المعلومة بس تكونوا فاهمين يا طلاب المحاسبة. Anyway بنرجع عشان بحب أنا أرجع أذكركم شو اللي مطلوب منكم. هون مطلوب منك تكون عارف إنه في principle اسمه full disclosure principle
شو بيحكي؟ إنه الكومباني is required to report the details behind the financial statement أي details اللي متوقع إنها to affect أو to impact the user's decision. هذا اللي مطلوب منك تعرفه بما يخص the principles. Nothing more, nothing less. Okay؟ يعني لأنه دائماً الطلاب بحس عندهم مشكلة بموضوع full disclosure لأنه ما بنطبق عليه. ما بنطبق عليه لأنه مش level تبعكم بأكاونتينج 1 إنه إحنا نطبق عليه. أوكي؟ حدا عنده سؤال؟ تفضلوا إذا عندكم سؤال. يا فرح تفضلي. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. دكتورة ما كتير فهمت الفرق بين expense recognition and full disclosure. They are totally not related يا فرح. الـ expense recognition related للـ expenditures اللي بتصير بالشركة. إنه when I should record my expenses when they are due. بغض النظر أنا دفعتهم أو لا، هذا اللي بحكي لك إياه الـ expense، وبحكي لك إنه الـ expenses اللي related for a certain period should be matched with the revenue اللي generated in the same period. عشان هيك إذا تذكري سميناه الـ matching principle. فهو بيحكي عن area مختلفة تماماً عن الـ full disclosure. Full disclosure is not only related للـ expenses. الـ full disclosure principle بيحكي عن الـ financial information بشكل عام، سواء revenue ولا expenses ولا assets ولا liabilities ولا equity ولا شو ما كانت، تحكي لك إنه بشكل عام إنه you need to disclose any information أنت متوقع إنها تأثر على ال user decision. الديسيجن تبع ال user إنه يستثمر عندي أو لا، يعطيني دين أو لا، يبيعني inventory على credit terms معينة أو لا، كلها هاي قرارات رح ياخدوها اليوزر زي ما اتفقنا. فإذا أنت متوقع أنه هاي الانفورميشن could affect the decision تبع اليوزر، مثلا بأنه يعطيك كريدت أو لا، أو يستثمر بشركتك أو لا، لازم أنت تفصح عن هاي المعلومة، ما بصير تخبيها. ففي فرق، يعني ما إلهم أي علاقة في بعض. يعني الاكسبنس ريكوجنيشن مور ريليتد للريكوردينج أو فاينانشال نمبرز اللي هي ريليتد للاكسبنسز. الفول ديسكلوجر ريليتد للنوتس اللي راح تكون مرفقه بالفاينانشال نمبرز. اوكي اوكي ثانك يو. اهلا يس ريم تفضلي. او سوري ماي هاند بروبلي didn't remove it. اوكي ذاتس فاين ريم. ار يو اوكي وذ ذا لانجويج؟ يس دكتور ايفرثينجز كلير. اوكي جريت. هلا أنا صراحة يعني I have student ask me to speak more Arabic. I have student ask me to speak more English. فأنا I'm trying to balance. Hopefully إنه everyone is satisfied. يعني فأنا عم بحكي عربي وإنجليش، ويعني hopefully كل حدا فاهم علي. فأي حدا عنده مشكلة please إنه let me know. Okay. هيك إحنا خلصنا الـ principles اللي إحنا اتفقنا، هدول الـ rules اللي إحنا we need to follow but while we are recording and reporting our financial numbers. هلأ بدنا ناخد الجزء الثاني اللي هو الـ assumptions، اللي أنا يعني سهلت عليكم قلت لكم الـ assumptions هم things you need to assume in order to facilitate the recording or reporting process. أوكي من اسمهم assumptions. أوكي هلأ we have four assumptions. احنا خلصنا الـ four principles، هلا بدنا ناخذ الـ four assumptions. هلا اول assumption وانا يعني بديش ادخل فيه بتفاصيل كثيرة، اوكي لانه التفاصيل behind this assumptions شوي advanced على مستوى accounting one، بس you need to know انه في شيء اسمه عندنا بالaccounting الـ going concern assumption. هذا الـ going concern assumption شو بحكي لك؟ إنه لازم أنت تكون متوقع إنه الـ company has long life. يعني الـ company is not going to close tomorrow أو بعد شهر أو بعد أسبوع. أنت لازم تتوقع إنه الـ company is operating for long period of time أو forever. ليش إحنا لازم نفترض هذا الافتراض؟ بدي أنا أضرب لك مثال بسيط على السريع وبرجع بقولكم، ما بدي أدخل بكتير تفاصيل. Let's assume إنه إحنا we are financing part of our company by borrowing a loan from the bank. أنا هذا اللون أكيد مثلاً بدي أخذ $100,000، أكيد مش راح أسدهم على يوم أو يومين، أكيد أنا $100,000 مثلاً راح أدفعهم على 5 سنين. طب إذا أنا I'm expecting إنه الكومباني will close tomorrow، ليه أصلاً البنك بده يديني
على 5 سنين إذا أنا بكرة أصلاً بدي أسكر؟ وها أنا كيف بدي to record loan و to record the installment اللي المفروض إنها تتقسم على 5 سنين إذا أنا I'm not expecting إنه the company is operating for a long period of time أو the company will be closed soon. فيعني مثلاً هذا one example ليش أنا ما بزبط معي recording process وكل ال accounting numbers أو ال classifying ل short term و long term و current و non current كل هاي الأشياء رح نأخذها بعدين. ليش كلها ما رح تزبط معي unless I assumed إنه the company is not going to close soon. أوكي؟ وأظن إنه مثال اللون قريب على فكركم وسهل إنكم تعرفوا. أكثر من هيك أنا ما رح أحكي. أوكي؟ ما في داعي نحكي أكثر من هيك. أظن الكونسبت وصل. في حدا عنده مشكلة؟ طيب. الأسامشن خليني أنتقل للمونيتر يونت أسامشن. أنا كنت أحكي فيه شوي قبل هيك وحكيت فيه لما شرحت الريفينيو ريكوجنيشن برينسيبل. برجع بذكركم فيه المونيتر يونت أسامشن شو بحكي لك؟ إكسبرس ترانزاكشن إن مونيتري فاليو أو إن موني. أوكي؟ هلأ متذكرين لما إحنا شرحنا الريفينيو ريكوجنيشن برينسيبل وحكينا إنه البروسيدز نيد نوت تو بي إن كاش، بس إحنا لو ما استلمنا كاش، لو استلمنا كوميديتيز أو بروبريتيز أو أي إشي، اتفقنا إنه we need to measure the value أو the cash value of these commodities. ما بصير أنا أروح أحكي مثلاً إنه the profit تبعي 100,000 plus land أو 100,000 plus machines. لازم أنا to measure the value of everything in money. إحنا في إشي بالمحاسبة بنحكي if you can't measure it, you can't record it. If you can't measure it, you can't record it. ليش؟ لأنه أنت you need to provide information could be read by the user. يعني إذا أنت حكيت لي land، طبعا شو بعرفني هاي land بتسوى 5,000 ولا بتسوى 100,000 ولا بتسوى 5,000,000. فأعطيني إشي measurable، إشي أنا أقدر أفهمه كuser. فعشان هيك if you can't measure it you can't record it. You need to represent كل financial transaction in monetary value. Okay؟ وأصلاً عشان تكونوا فاهمين أحد الـ drawbacks للaccounting process والaccounting data إنه في certain things which add value to the company we can't record it. زي إيش مثلاً؟ زي human assets. يعني مثلاً افرض إنه أنا بالشركة عندي general manager هو كانت شركتنا ولا إشي، هو إجا عمل كل يعني نقلنا صرنا أحسن شركة هاي تكنولوجي بالعالم. أوكي؟ لولا هذا المانجر كان الشركة ما بتسوى شيء. استيل أنت ما بتقدر تروح تسجل مثلاً assets أو resources بالشركة بالaccounting records تبعونك، تروح تكتب مثلاً بيل جيتس worth 20,000,000. You can't do that. أنت بتقدر إذا المانجر عندك مثلاً ما فيش منه تعطي offer يعني salary compensation يعني 5,000,000 100,000,000 انت حر، بس ما بتقدر تروح تسجل مثلا الـ human resources كأسيت عندك بالشركة زي ما بتسجل مثلا الـ building أو الـ land أو الـ المصاري الـ cash أو الـ inventory. هدول كلهم resources إحنا ممكن نسجلهم بالشركة لأنهم لهم value could be measured، بس أنا ما بقدر مثلاً to measure العقل تبع هذا الشخص إنه أدي الـ capabilities تبعونه والـ skills هدول can't be measured، فأنا ما بقدر أسجلهم أو at least can't be measured in reliable way. At least can't be measured in reliable way. عشان هيك if you can't measure it you can't record it. أوكي؟ اتفقنا؟ طيب third assumption اللي هو business entity assumption و sometimes they call it economic entity assumption، نفس المسمى. okay business entity assumption أو economic entity assumption. شو بيحكي لك هذا ال assumption؟ هو very important إنه a business is accounted for separately. This is the key word separately from other businesses including its owners. يعني you need to keep
separate accounting records لكل entity لحال. ما بصير أنا to do accounts for البنك العربي وبنك العربي الإسلامي الدولي since إنه مثلاً أو بلاش بديش أصعب عليكم. يعني افرض إنه نرجع لنفس بالجامعة عنا، بدي أعطيكم مثال أبسط من البنوك. بالجامعة جنب الجامعة عنا مش في مكتبة اسمها أبو شنب؟ هاي المكتبة مكتبة أبو شنب، جنبها بالضبط في محل هوت دوغ، وجنبها في سوبر ماركت وهيك. الأكاونتينج ريكوردز تبعون مكتبة أبو شنب اللي هي انتيتي منفصلة تماما عن السوبر ماركت، الأكاونتينج ريكوردز تبعون المكتبة should be separated من الأكاونتينج ريكوردز تبعون السوبر ماركت. يعني حتى لو صاحب المكتبة وصاحب السوبر ماركت أصحاب، ولما مثلا إجت فواتير الكهرباء صاحب المكتبة راح دفع فاتورة الكهرباء للمكتبة وللسوبر ماركت كنوع من الخدمة لصاحبه، وحتى لو دفعتهم مني أنا قلت له خلص خليها علي هاي المرة أنا بدي أدفع فاتورة الكهرباء لمحلك، still ما بصير أنا أروح أسجل electricity expense على اللايبرري إلا فاتورة اللايبرري. I can't record the electricity expense تبعيت السوبرماركت علي to record it as expense على اللايبرري. أوكي؟ هلأ بدك تسألني طب شو بدها تتسجل؟ إذا أنت كصاحب شركة، أنت الأونر، أوكي؟ أنت دفعت عن صاحبك هاي personal expenses بنسميها owner withdrawals. هاي أنت حبيت تكرم على صاحبك أنت حر، بروح أنا بسجلها أنك زي كأنك سحبت المصاري لحسابك الشخصي، بسميها personal withdrawals، ما بتتسجل ضمن الإكسبنسز ولا بتدخل بحسبة البروفيت تبع الشركة. رح نتعلم كيف بتتسجل، بس عشان تكونوا فاهمين المبدأ شو بحكي لك هون. الأسامشن سوري بيحكي لك أنه you can't record الترانزاكشن لأي entity مع الانتيتي الثانية، لازم يكونوا separated. أوكي؟ هلأ في ناس بيجي بسألوني بهاي اللحظة عادة، طيب ما هو شو إذا كان في عندي شركة وإلها فروع وكذا؟ يس، إذا كان عندي شركة parent وإلها فروع، أول إشي كل حدا بيسجل لحاله separately، بعدين بنعمل إشي اسمه combined أو consolidated reports. مش موضوعكم ولا أنتوا لكم خاص فيه، بس يعني للناس اللي بتسألني طب لما يكون شركة وإلها فروع. أنا ما بحكي عن شركة وفروع، أنا أصلاً قاعدة بحكي لك عن شركتين منفصلات تماماً، هاي اسمها واتساب دوغ وهاي اسمها أبو شنب لايبرري، ما لهم مش خاص في بعض، تمام؟ هلأ والأهم كمان، الأهم اللي هي آخر كلمة including its owners، يعني مش بس الأكاونتس تبعو، يعني it makes sense إنه حسابات السوبر ماركت ملهاش علاقة بحسابات المكتبة، بس وين بصير الخربطة أكتر especially بالشركات اللي صغيرة اللي هي إلها owner واحد؟ إنه الـ personal expenses تبعون الـ owner can't be recorded as expense على الشركة. يعني إذا أبو شنب لما راح يدفع الفواتير دفع الـ electricity bill للبيت تبعه، يعني الـ personal فاتورته الـ personal هو مش اللي إلها علاقة بالمكتبة، اللي إلها علاقة بالبيت، هاي فاتورة الكهرباء تبعت البيت can't be recorded على اللايبرري as expense. شو رح تتسجل؟ رح تتسجل personal expenses، يعني إذا هو دفعها من مصاري المكتبة، يعني إذا فتح الكاش ريجستر تبع المكتبة وأخذ 100 دينار ودفع فاتورة الكهرباء تبعية البيت، I can't record it as electricity expense على المكتبة، ما بصير، فقط فاتورة كهرباء المكتبة بتتسجل عليها. هاي المئة دينار اللي أخذها ودفع فيها فاتورة البيت أنا بعتبرها personal expenses owner withdrawals. رح نتعلم شو هي بعدين. أوكي؟ طبعاً هو بإمكانه ما يدفعها أصلاً من مصاري الشركة، إمكانه يدفعها من مصاري الخاصة، بس بقول لك لو برضو أخذها من مصاري الشركة نرجع منتذكر إنه في عندي business entity assumption بحكي لك ما بصير إنك تخلط حسابات الowner مع حسابات الشركة، حسابات الowner personal should be separated من حسابات الشركة، تمام؟ هذا عنده سؤال لهون؟ كله تمام. لا
آخر assumption, time period assumption, ومرات بسموه periodicity assumption. هلأ هذا assumption, the main purpose for this assumption is to facilitate a reporting process. Is to facilitate a reporting or recording process. Okay? هلأ بدي إياك تتخيل معي شغلة. إذا إحنا ضلينا نشتغل نشتغل وتو ريكورد الفاينانشال ترانزاكشن والشركة صار لها سنة وسنتين وخمسة وعشرة عم تشتغل. هلأ إذا أنا ما قسمت الريبورتينج بروسيس لبيريودز أتليست سنوية مثلاً، كيف أنا بدي أقارن البرفورمانس تبعي؟ هل أنا ام امبروفينج أور نوت؟ إذا أنا مسكت ال 2020 I compare it مع 2019 أنا بعرف إنه أنا I'm doing better ب 2020 أو I'm doing worse ب 2020. بس إذا أنا I'm reporting كل السنوات مع بعض I'm not separating كل سنة لحال، مش قاعدة عاملة divisions بين ال life للكمباني تبعيتي، كيف أنا بدي أعمل comparison؟ كيف أنا I will match الريفينيو اللي بتخص الإكسبنسز بنفس الفترة إذا أنا أصلاً مش مقسمة فترات، إذا كل حياة الشركة عندي كلها أنا معامليتها كوحدة واحدة. عشان هيك إحنا شو بنعمل؟ إحنا we divide life للكمباني for artificial time periods. يعني هدول التايم periods أنت مش بتشوفهم، هم إحنا we will assume إنه reporting periods راح تتقسم مثلاً ل years أو ل months، يعني usually ما بتكون أقل من شهر، ممكن تكون quarter مثلاً قسم السنة لأربع أرباع وهكذا. ليش بنعمل هيك؟ to facilitate the recording or reporting process. أوكي؟ عشان أنت يعني أبسط مثال بضرب لك إياه، أنت when you report the profit تيجي بتحكي ربحت بسنة 2020 هالقد، بالمقارنة بسنة 2019 كنت ربحانة 15,000، معناته الشركة is improving. لو أنت you didn't divide life تبعيت الكمباني ليرز بناء على time period assumption كان أنت ما قدرت تعمل this comparison، صح ولا لا؟ يعني هذا أبسط مثال بعطيك إياه. أوكي؟ هذا عنده سؤال؟ يعني دكتور it facilitated recording for what؟ recording for financial numbers. Okay. عشان eventually تكون هدول financial numbers useful for making decision. عشان لما يجي الانفستر يطلع يقول يس انت عم تتحسن من فترة لفترة، انت you are doing better. عشان لما المانجر to be awarded or compensated نحكي انه يس المانجر did a good job من الفترة الماضية لهاي الفترة احنا تحسننا. لو احنا ما كنا عاملين هاي الديفيجنز كان احنا ما عرفنا احنا عم نتحسن او لا، لو كانوا كل البيريودز مجموعين مع بعض يعني بنفس النمبرز. اوكي، هذا عنده سؤال لهون. طيب احنا هيك خلصنا البرنسبلز والاسامبشنز اللي هم اهم اشي بهذا التشابتر، طبعا رح نطبق عليهم كتير، في أشياء منهم مش رح نطبق عليهم، بدك تكون بس بتعرفهم بشكل نظري، ممكن تسأل عن التعريف تبعهم أو الimplication تبعيتهم. في أشياء منهم رح يمرقوا معنا كتير زي revenue recognition والcost principle والexpense recognition، رح يضلوا يمرقوا معنا ونطبق عليهم when we record the financial transaction، ورح أصير أذكركم فيهم كل ما يمرقوا معنا. Sorry بس أنا I need 1 minute break. سوري بس أنا احتجت أشرب إشي. هلأ رح نبلش بالنكست توبيك اللي هو بس خليني أذكر إنه بالنسبة لموضوع الكود، بليز اللي ما اشترى الكود لحد هلأ، يعني إحنا بس نخلص هذا التشابتر في عنا الفيرست كويز، إحنا لسه ما خلصناه طبعاً، يعني يمكن بدنا كمان نكست ويك،
بس يعني هاي احنا صرنا 3 ويكس مبلشين بالفصل، ف ميك شور انكم تكونوا حصلتوا الكود، لانه ما في ميك اب للكويزز. ستيل اي دونت هاف اني سبيسيفيك ديت فور الكويز، ولا بعرف امتى، واذا في اي حدا بده يسالني عن الكويز بليز خلوها لاخر المحاضره. بس بأكد عليه انه لاي حدا خاصه اللي ما كانوا حاضرين معنا من اول الفصل، انه تاكدوا انكم تشتروا الكود او تستعيروا الكود، اعملوا اللي بيريحكم. اي واحد عنده financial problem مش قادر يشتري الكود، contact me and I could help. المهم انه تكونوا عارفين انه you have no excuse انه ما يكون عندك الكود. بس نبلش الكويزز. الكويزز والميدترم راح يكونوا على الماجرا هيل كونكت. طبعا احنا مبارح اجانا قرار انه امتحانات الميدترم راح تكون اونلاين، فبرضو الميدترم تبعك راح يكون على ماجرا هيل كونكت باستخدام الكود. الفاينل لسه ما فيه قرار، لكن الى حد الان الميدترم من 30 علامه راح يكون على ماجرا هيل اديوكيشن، والكويزز من 30 علامه 5 كويزز برضو راح يكونوا على ماجرا هيل، يعني هاي 60 علامه لغايه الان. الفاينل اذا كان اونلاين برضو موست لايكلي راح يكون على نفس الطريقه. طبعا باول محاضره انا شرحت ليش وشو الادفانتجز لماجرا هيل اديوكيشن. فبس يعني هاي الانفورميشن اللي انا بدي احكيها. اذا بدكم تسالوني سؤال ريليتد للماده اسالوني، اذا بدكم تسالوني اسئله ريليتد للامتحانات او هيك بليز لاخر المحاضره. اوكي طيب هلا آية سميه، قلتي لنا ان رح نطبق مسائل لقدام، فهاي المسائل بتكون حسابات يعني زي رياضيات ولا كيف؟ يس، بس هو chapter 1 معظمه نظري، فعشان هيك chapter 1 احنا ما رح نطبق مسائل، يمكن مسألة واحدة رح أحللكم على البورد. آخر chapter 1 في جزء practical رح نشرحه، بس مش رح أحل عليه أسئلة كتير لأنه مش هذا اللي مطلوب بالمادة. احنا ببلش عنا practical part للمادة chapter 2 اللي هي عملية recording of financial transaction. باعتبارا من chapter 2 بعد ما أشرح المادة من السلايد راح أحل لكم أسئلة على البورد. هاي هي المسائل اللي أنا بقصد فيها، بس chapter 1 هو معظم نظري يعني ما فيه حل كتير. طيب وفي حال إحنا أتقننا السلايدز مزبوط، في إشي تاني يعني ندرسه في داعم ولا إيش؟ السلايدز مع شرحي مع الأسئلة اللي بحلها على البورد بتخليك تجيبي 99. الله لك سعرها إن شاء الله. Forms of business entities. هلأ إحنا اتفقنا إنه في عنا أنواع مختلفة للشركات. إحنا كنا دائما نحكي حسب الطبيعة نشاط الشركة، فإحنا حكينا إنه عنا service companies اللي هم they provide services، وحكينا عنا merchandise companies اللي هم they sell merchandise. في نوع ثالث على فكرة اللي هم manufacturing company اللي هم المصانع اللي بيصنعوا. هلا هذا بيحكي على طبيعة how they generate revenue. The forms of business entities اللي احنا بدنا نحكي عنه هلا هو related مش لنشاط الشركة، هو related لل ownership لهاي الشركة، كيف it was formed، إنه كيف الـ capital of the company كان raised، يعني كيف إحنا جمعناه. أوكي فهلأ الـ three types اللي أنا رح أعطيك إياهم related للـ ownership structure للـ company، أو لـ how the ownership was transformed، أو كيف إنه الـ capital لهاي الشركة تم تأسيسه، بس عشان تكونوا فاهمين. usually كيف الشركة عم تتأسس هون، كيف الكابيتال تبعها والبي ريزد، والبي ريليتد للليجل فورم للبزنس، يعني وكيف رح تتسجل بالشركة وبغرفة الصناعة والتجارة وبال وإلى آخره. أوكي يعني بدك شوي هدول الموضوعين بيكونوا ريليتد. إحنا فعليا بالمحاسبة الأكاونتينج تريتمنت للشركة ممكن تختلف، مش ممكن، هي رح تختلف، لكن مش in each detail. فعليا رح تختلف بالترانزاكشن اللي ريليتد للكابيتال، لانه الفرق بينهم كيف الكابيتال لهاي الشركه تشكل
اللي هو رأس مال الشركة يعني، كيف الـ ownership structure تشكل وكيف الـ capital تشكل. يعني أنا يعني ownership structure هي الكلمة مش الصحيحة لاستخدامها، بس أنا يعني مرات بحكيها، بس يعني يمكن أصح أحكي كلمة الـ capital بلاش أحكي ownership structure، لأنه الـ ownership structure تحتمل معاني أخرى إلها علاقة بالـ leverage بالدين يعني. anyway اللي راح يفرق بالاكاونتنج تريتمنت، وطبعا هاي النقطه اللي انا بحكيها مهمه، لانه احنا راح ناخذ الاكاونتنج تريتمنت فور ديفرنت تايبس اوف انتيتيز. راح نبلش معك دائما بالكوربوريشن، وبعدين نعطيك شو الديفرنس بين الاكاونتنج تريتمنت للكوربوريشن وبين الاذر تايب. هلا الاكاونتنج تريتمنت عشان اكون واضحه معك رح تختلف بما يتعلق بالكابيتال تبع الشركة بالإيكويتي، لأنه الديفرنس بينهم إنه هذا الكابيتال كيف إجا. لكن الشركة لما تتأسس خلص وإحنا we raised the capital للكمباني، الشركة رح تروح تشتري فرنيتشر وتستأجر مكاتب وتعين موظفين وتدفع رواتب وتبلش تبيع وتشتري وتجنريت ريفينيو. هاي كل هالبروسيس متشابهة شو ما كان نوع الشركة، أوكي؟ سواء كانت sole proprietorship ولا partnership ولا corporation. الفرق الرئيسي رح يكون بالtransaction اللي related للequity، واللي طبعاً أنا رح أعلمك إياهم بالتفصيل عشان نكون واضحين من أولها. إحنا بس نبلش نشرح، رح نشرح corporation، وبعدين بس نخلص corporation منصير بنهاية chapter 2 to highlight إنه لو كانت مش corporation، لو كانت sole proprietorship شو كان رح يفرق. أوكي؟ هاي هي البلان اللي إحنا رح نمشي عليها، بس عشان نكون واضحين مع بعض. مش كل الجامعات بتدرسك النوعين، لكن إنت لازم تعرف النوعين، لأنك إنت ما بتعرف رح تشتغل بأي نوع من الشركات، فلازم يكون عندك تصور عن الجهتين. هلأ السول بروبريتورشيب من اسمها سول، يعني شخص لحاله، أظن هاي الومن ان بلو واضحة لكم إنها واقفة لحالها. هلأ سول بروبريتورشيب بتكون الانتيتي أو الكمباني استابلشت باي ون اونر فقط. أنا عندي I have sole owner وonly one owner، هو عنده مصاري راح اتداين من البنك، كيف هو جاب الريسورسز مش ماي، مش يعني مش الايديا تبعيتي، مش موضوعي. الفكره انه I have only one owner، هو قرر to establish a company، فانا بسميها sole proprietorship. اوكي. هلا النوع الثاني البارتنرشيب بيكون عندي I have two owners or more، 2 3 10 20، المهم أكثر من واحد. أوكي؟ هدول البارتنرز they decided إنهم to start a company من خلال الانفستمنت تبعيتهم، برضو استثمروا المصاري، داينوها، واحد جاب كاش، واحد جاب equipment، واحد عنده قطعة أرض، هو هاي الانفستمنت تبعيته بالشركة. It's not my topic. المهم إنه في عندي partners و they decided to open a company. اوكي، بنسميها partnership. لازم يكون عندي اثنين او اكثر، لانه لو واحد صفت سول. اخر نوع اللي هي الكوربوريشن، وطبعا الموضوع مش بالعدد قد ما الموضوع بانه الكابيتال للكوربوريشن will be obtained by issuing shares. هاي النقطة الرئيسية، يعني الكوربوريشن هي النوع الوحيد بين الثلاثة هدول اللي الكابيتال تبعها على شكل شيرز أو ستوكس. We will issue هدول الشيرز بالماركت، وبصير في عندي شير هولدر هم بيشتروا هدول الشيرز، بصير الأونرز لهاي الشركة اسمهم شير هولدرز، بنبطل نسميهم أونرز أو انفسترز، بصير اسمهم شير هولدرز. الشير هولدرز ممكن يكونوا 10 20 100 5000، يوجوالي اعداد الشير هولدرز بتكون كبيره. اوكي، اتفقنا. الكوربوريشن بالعربي تسمى عاده شركه مساهمه عامه. اوكي، فهمنا كل واحده من هدول الشركات من وين الكابيتال تبعها اجا، تمام؟
قبل ما أنتقل للنقطة الثانية فيها. تمام دكتورة. يا ريم تفضلي. No, basically the whole point of الموضوع اللي فتحنا إنه basically who like got brought the capital to start the company. Yes. Basically this is the concept, but make sure يا ريم إنك تنو إنه not necessarily I will bring the funds or resources from my personal account أو من مصاري إلي. أنا ممكن كسول بروبريتر أنا الأونر أنا مثلاً أروح تبار المصاري من البنك، بس أنا I established the company لحالي ما معي partners، معناته أنا سول بروبريتر بغض النظر أنا I bring the money من مصاري الخاصة ولا أنا رحت على بنك قلت له ديني عشان أنا أفتح شركة. يعني الموضوع مش من وين جبت المصاري قد ما أنه أنا كشخص واحد أنا اللي I start up the company. اوكي okay. اذا partnership انا شخصين او اكثر. ثالث نوع انه احنا we raised the capital from issuing shares لهاي الكومباني. هدول الشيرز يوجوالي بصير in the first time بصير إشي اسمه public offering، بيشتروا الناس الاسهم. later on هدول الاسهم بصيروا to trade in the market. اتفقنا؟ فهاي هي the three differences. Tamam. Dr. Okuman, you mentioned something called accounting treatment. Is that basically just like how you do accounting in general? Depends on which entity? Yes. How into بما يعنيكم how to record the financial transaction. يعني when I say accounting treatment, بما يخص principles one, I mean how to record the financial transaction. وإحنا رح نشوف يا ريم كيف لما يصير عنا ال financial transaction بالسول proprietorship كيف رح نسجلها، ولما يصير بالcorporation كيف رح نسجلها. يعني لما أنا أجي أحكي لك ريم start a sole proprietorship وشي invested $10,000 to open مثلا a dry clean shop، رح كيف رح نسجلها؟ رح تشوفي إنه it will be recorded in different way عن إنه أنا أحكي لك في عندي corporation established we issued ordinary shares أو بلاش ordinary we issued shares عشان to raise the capital. هون رح تتسجل بطريقة وهاي رح تتسجل بطريقة، رح نشوف كيف ال recording process فرقت. أوكي okay. طيب هلا أهم نقطة بتهمني أنا، يعني بعرف إحنا خلصنا بس آخر نقطة بدي أحكي فيها. We have 1 minute. إنه sole proprietorship they usually have unlimited liability. إيش يعني unlimited liability؟ يعني الأونر زي ما هو will receive كل profit ورح أي إشي بصير بالشركة إيجابي أو سلبي هو بيتحمله. كمان إذا الشركة كانت مش able to pay the obligation تبعونها، the creditors could go to the personal accounts تبعون الأونر من بيته الشخصي من سيارته الشخصية من the personal bank account عشان إنهم يعني يسددوا الديون تبعيتهم. فبنسميها unlimited liability، يعني your liability is not limited للمصاري اللي أنت you invested بالcompany. ممكن تصير personally liable على مصاري الشركة، مش ممكن أكيد أنت كأونر. هلا على العكس تماما بالكوربوريشن، الكوربوريشن من اهم صفاتها انه it has limited liability. يعني انت as a shareholder the maximum you could lose your investment اللي هي البرايس اللي انت دفعته حق الشيرز، اكثر من هيك ما بتقدر تخسر. يعني اذا انا shareholder بالبنك العربي والبنك العربي افلس وفي ديون على البنك العربي، ما بيقدروا الناس اللي كانت مداين البنك العربي ييجوا أنا كشير هولدرز يحطوا إيدهم على بيتي أو على سيارتي عشان أنا شير هولدر بالبنك العربي. عشان هيك بنسميها limited liability، يعني your liability is limited للinvestment اللي أنت عملتها بالشركة فقط. ما رح أحكي لكم عن البارتنرشيب لأنه ما إلها certain rule، هو حكي لك generally unlimited بس not necessarily. يعني ممكن تكون عادة زيها زي السول unlimited لكن not necessarily. وعشان تكونوا فاهمين البارتنرشيب الاكاونتنج تريتمنت تبعيتها زي السول، لكن اللهم بدل ما انا عندي رشا كابيتال بيكون عندي رشا وريم وعلي كابيتال. I have three capitals مثلا او five capitals. اوكي كيف بتتقسم الشركة وكيف تتقسم ارباحها كيف تدار،
بيكون في عنا إشي اسمه partnership agreement والعقد شريعة المتعاقدين. إن شاء الله أنا باخد 1% وهو باخد 99% حسب شو العقد بنص. أوكي؟ هذا فقط اللي بدي أحكي لكم إياه. أنا هيك خلصت المحاضرة الجاي. بذكروني إنه وصلنا عند هذا السلايد إن شاء الله. يعطيكم العافية. آية يوسف تفضل. دكتورة بيقطع صوتك. بدي أسأل عن الكود، أنا شريته ووصلني الكود بس مش عارف على أي أبليكيشن. على دكتورة. بيقطع صوتك ما سمعت. إيش عيد؟ بحكي إنه وصلني الكود أنا بس مش عارف على وين أحطه بالضبط. بدك تحضر أول محاضرة أيوة يوسف. ما أنا متذكر كل شيء بس إنه خابر تكون موجود هناك صح؟ أنا أوريدي شرحت إن ديتيلز، أني قد ما أشرح لك، أنا هلأ عندي محاضرة تانية، قد ما أشرح لك هلأ مش راح أكون شرحت بالتفصيل زي ما شرحت بالمحاضرة. المحاضرة مسجلة تمام. ونازلة على الإيليرنينج. تمام دكتور يسلم. أهلا. آية شيماء. دكتورة النوع الأخير تبع الكوربوريشن رأس المال بيكون تماماً معتمد على الـ على الـ اسمه على الشيرز. For the first time لما when we start up the corporation yes we will do public offering to raise the capital. هلا ممكن احنا نكون شايفين انه ال issuance of shares ما اعطانا sufficient resources، احنا we could borrow مثلا money from the bank او من اي credit institution. يعني مش مهم انه هل نستقرض او لا، ممكن انه احنا نستقرض، بس الاساس انه when we start up the company احنا اسسناها as a corporation والكابيتال تبعها will be raised by issuing shares، مش باي طريقه اخرى. مش انه مثلا تيجي شيماء تستثمر عندي 10,000 وانا استثمر 50,000. يعني احنا ما اسسناها انه احنا جبنا مصاري للبارتنرز مثلا، لا، احنا قررنا انه راح يكون راس المال على شكل اسهم، فهي الشركه الوحيده اللي راس مالها على شكل اسهم. شفنا انه هذا البيع الاسهم ما كفى، بدنا ناخذ قرض، ما في مشكله، بس بيكون احنا هذا مش الكابيتال الاساسي تبعنا. الكابيتال اللي هي الايكويتي بتكون على شكل شيرز. هاي المصاري اللي احنا استقرضناها رح نتعلم كيف تتسجل بشيء اسمه liabilities obligations. اوكي، فهي منفصله عن الكابيتال اللي هو رح يكون على شكل شيرز، ولما نشرح المحاضره الجاي رح تشوفي انه liabilities وين تسجل. طبعا. وبعدين يا شيماء مش بس الكوربوريشن بتقدر تتداين، كوربوريشن والبارتنرشيب والسول بروبريتورشيب كلهم بيقدروا يتداينوا، بس هذا النوع الاخير هو اللي مركز بشكل اساسي. هو النوع الاخير هو اللي راس ماله لما تاسست الشركه ما تجمع من استثمار رشا وشيماء، تجمع من خلال طرح اسهم. هاي هي الفكره الرئيسيه. تمام. طيب حدا تاني عنده سؤال؟ يعطيك ألف عافية دكتورة وسلامات إن شاء الله. الله يسلمكم. يعطيك العافية دكتورة وسلامات برضو. الله يسلمكم، شكرا لكم.